وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السفير حمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. سعادة السفير، بهذه المناسبة نرحب فيك بداية. لا بد حقيقة أن نستذكر ما حققته السياسة الخارجية والدبلوماسية البحرينية، وذلك في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. كيف تقرأ ذلك؟ أولا مساء الخير. ثانيا أود أن أقدم لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أسمى آيات التهاني باليوبيل الفضي لحكم جلالته وما حققته البحرين من إنجازات في ظل قيادته الحكيمة. عندما نتحدث عن البحرين وعن دبلوماسية سيدي صاحب الجلالة وإنجازات هذه الدبلوماسية، فلا بد أن نعود حقيقة إلى أسس هذه الدبلوماسية أو مبادئها. أولا، هي تقوم حقيقة على أربعة مبادئ رئيسية. أولا، أنها تقوم على احترام العادات والتقاليد المتوارثة في المجتمع البحريني، مع أعطاء البعد الدبلوماسي الخليجي دورا أساسيا وإطارا يعزز السياسة الخارجية البحرينية. ثانيا، هذه الدبلوماسية تتفاعل مع المجتمع الدولي وإقامة العلاقات مع الدول على أسس المصالح المشتركة بما لا يمس لا من قريب أو بعيد مواقف البحرين كدولة مستقلة ذات سيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ثالثا، اتباع نهج العلاقات الدبلوماسية المتكافئة مع الدول الصغيرة الكبيرة والالتزام بالأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة واتفاقية فيينا في السلم والحرب. وهنا أيضا أود أن أضيف شيئا مهما في مبادئ هذه الدبلوماسية لسيدي حضرة صاحب الجلالة، وهو مبدأ مهم جدا ويمكن أن نسميه الدبلوماسية الرياضية، وذلك لما للرياضة من دور مهم في حياة سيدي صاحب الجلالة، نظرا لإيمان جلالته بأن الدبلوماسية الرياضية بصورة عامة تفتح الأبواب المغلقة أمام إقامة علاقات الصداقة بين الدول وتحقيق الكثير من المصالح المشتركة معها. وأعتقد أن الأحداث الرياضية التي جرت في البحرين الأسبوع الماضي، على سبيل المثال مسابقة الفورمولا 1 وما سبقها من أحداث وبطولات على المستوى الدولي، هي أكبر دليل على ذلك، حيث رأينا العديد من الملوك ورؤساء الدول ومشاهير لاعبي كرة القدم و كبار الفنانين العالميين وغيرهم في ضيافة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. لذلك فإن دبلوماسية الرياضة لها دور مهم في انتشار البحرين على خارطة العالم، كما نرى كذلك في سباقات القدرة والرجل الحديدي والفروسية والجري وغيرها من الألعاب والمسابقات التي لا تحضرني، كلها مجتمعة تعمل على تحقيق العديد من المصالح التي تنصب من أجل الوصول إلى رفع راية البحرين عاليا وتأكيد مبادئها من أجل استمرار العالم في بناء عالم يسود الخير والمحبة والتسامح. في نهاية المطاف، في نهاية المطاف سيكون لهذه الدبلوماسية دور مهم على البحرين كرافج مهم للاقتصاد البحريني في العديد من القطاعات التجارية والسياحية وغيرها. نعم، السفير حمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.